برج السرطان، هذه قراءتك العاطفية. في البداية أرى أنك خضت أو راح تخوض محادثة من القلب تعبر فيها عن استيائك من الحبيب. لماذا؟ أنت قاعد تذكر الحبيب بكل الأشياء الحلوة اللي مريتوا فيها مع بعض، قاعد تذكره بتضحياتك كأنما تذكره، يعني تمن عليه، تقول له أنا فعلت لك كذا وكذا وكذا وكذا، مش مصدق أن هذا الشخص لحد الآن وضعك في حيرة من أمرك، لحد الآن مش متخذ تجاهك قرار محدد، ما في شيء واضح مع الحبيب. أنت جدا مستاء، جدا زعلان، احتمال أنك قررت أنك شوي تكون انعزالي عنه، وأيضا أنت متردد في اتخاذ إجرائك أو خطوتك القادمة باتجاهه، لأن هذا أراه حاليا شخص غير مستعد أن يأخذ أي خطوة زيادة في الوقت الحالي، لا يستطيع حتى وإن أراد، فهو مخلي الأمور شوي عالقة ومتوقفة. أنت على الجانب الثاني مستعد، تريد، تتوقع أن يكون في عرض تجاهك، عرض أكبر، أكبر من Page of Cups. Page of Cups هو أصغر كوب في مجموعة الأكواب، وهي طاقتك المائية. فأنت غير راضي عن الشيء البسيط، العرض البسيط، العطاء البسيط اللي قاعد يعطيك إياه الحبيب. عندك أيضا Page of Swords يقابله، وأيضا Two of Swords، السيفين يقابله. أنت حاليا جدا متردد بخصوص هذا الشخص، لا تعرف نواياه، كأنما رجعت معاه لنقطة الصفر، تحس أنك لا تعرفه لأن أظهر لك جانب ثاني من شخصيته. احتمال الأمور كانت ماشية منيح في السابق، فأنت الحين مش عارف شلون تتصرف، تكركب الوضع عندك، كأنك صاير بين مفترق طرق، هل أبقى أم أرحل؟ عندك سيفين، حتى لا تستطيع أن تأخذ خيار. لماذا؟ لأن السيف اللي تملكه صغير، تحس أن ما عندك معلومات كفاية عن أسباب تصرف الشريك بهذا الشكل، دوافعه، لماذا هو يتصرف بهذا الشكل، أنت مش فاهم، ولأنك مش فاهم احتمال أنك حتى تريد الرحيل، تريد أن تتخذ قرار ولكنك لا تستطيع، أنت مقيد في النص. كارت السيفين معناتها أنت في الوسط، على عينك غمامة، وهي معناتها قلة المعلومات، قلة الفهم للموضوع، وأنت بين سيفين مفترق طرق. هل تبقى بسبب حبك لهذا الشخص، لأن عندنا طاقة أكواب، أم ترحل بسبب حبك لهذا الشخص لأن ما يعطيك إياه غير كافي، غير مشبع لك حاليا، أنت تتوقع أكثر، ولكن كل اللي حصلت عليه من هذا الشخص هي الطاقة البسيطة غير الناضجة. دائما الصغير، كوب الصغير والسيف الصغير. فحاليا أنت احتمال أيضا تكون أصغر منه في السن، احتمال لا تملك المعلومات الكافية أو التواصل الصحيح معه، لأنه ما شوف طاقة الأغصان، احتمال حاليا ما في تواصل كفاية بينكم، فمن أجل ذلك أنت لا تستطيع أن تأخذ قرار. وأيضا عندك طاقة، دائما السيف الصغير هي طاقة الجاسوس الذي يذهب ويأتي بالأخبار، احتمال أنك راح تحاول في الفترة القادمة أن تأتي بأخباره، أن تبحث عنه، يعني تحاول تحصل أخبار من وراء ظهره بدون معرفته، عشان تفهم أنت مو قاعد تتجسس بغرض الفضول، أنت تحاول تحمي قلبك، السيف فوق المشاعر، تحاول تحمي، وإن كانت مشاعرك لحد الآن مو مكتفية، ولكن ما بقى من المشاعر عندك تحاول أن تحميها من هذا الشخص، لأنك مش فاهم وتريد فعلا. أنت كل همك أشوف في الفترة القادمة هي أن تأخذ قرار، أنت ما تحب تكون مقيد، ولا تحب أن تأخذ قرار يكون مثل اللي مستعجل. وأيضا هناك طاقة ثانية عندك، أشوف عندك طاقة التهديد، كأنما أنت تقول للحبيب إما تعرض علي ما أريده الآن، وإما أبدا لا أريده. إما أنت قاعد تعرض على الحبيب، إما تبقى فعلا تعطيني ما أريده في العلاقة، وإما ترحل. بس هذا الشخص لديه أربع الخماسيات، أربع عناصر الأرض، لا يستطيع، هو أيضا مقيد ولكن بسبب ظروفه.
أنت مقيد بسبب قلة المعلومات وقلة فهمك للخفايا الموضوع، ولكنك كأنما صارت عندك ردة فعل من اللي صار بينك وبين الشريك، فالحين انعكس عليك وقعد كأنما تهدده، إما تكون معاي حبيبي أو إما نرتبط وإما كذا، في طاقة تهديد تخيير، لأن أنت مش عاجبك الوضع، مش راضي عنه، إما كذا وإما ترحل، إما تعطيني ما أريد وإما كذا، تريد جواب، كأنما أرسلت وراء شيء تطلب منه جواب نهائي. الجواب سيأتي ولكن في المرحلة القادمة، لأن عنده السيف، السيف رقم واحد، أكبر سيف، فالجواب سيأتيك، اللي أنت منتظر، اللي أنت متوقعه، اللي أنت تستحقه، ولكن بعد حين مش الآن، لأن هذا الشريك عنده أربع الخماسيات، عند العجلة Wheel of Fortune، عجلة الحظ، بالعادة هي تعني تغير الحظ. وممكن أيضا أن هذا الشخص شريكك ينتظر أن يتغير حظه إلى الأفضل، حاليا مقيد بسبب ظروفه الاجتماعية، وضع المالي، في أمور معينة، احتمال حتى عنده أبناء من زواج سابق، في أمور معينة تقيده من أن يخطب اتجاهك. ما في أي طاقة تقدم بينك وبينه لحد الآن، ما في فرسان، الفرسان هي طاقة التقدم والعرض، ما في، كأنما وضعه متوقف وأيضا وضعك متوقف، ولكن بعكس رغبته، لأن هذا الشيء لا يحدث حسب رغبته، هو وضعه هكذا، لا يستطيع أن يعرض عليك. واحتمال أنه من النوع من الناس اللي دائما يرى أن الزواج مسؤولية كبيرة، الزواج مصاريفه كثيرة، فلن يقبل على اتخاذ هذا القرار أو عرض الزواج عليك إلا عندما يحس تتغير عنده طاقة الهاي أربع الخماسيات، وهي طاقة النقص، لما تتغير تصير عنده وفرة، لما تتحسن أوضاع المادية ممكن. وأيضا هناك نقطة ثانية، أنت لديه طاقة السيوف والمياه، هو لديه طاقة الخماسيات والأربعة منهم، أرى أن هذا الشخص يأتي من بيئة مخالفة لبيئتك. أربع الخماسيات في هاي النقطة تعني لي احتمال أنه يأتي من بيئة محافظة أكثر من بيئتك، مختلفة عن بيئتك جدا، في فرق في البيئات بينكم، محافظين، متدينين، ناس منغلقين احتمال، وانت هنا طاقتك طاقة المراهق، فاحتمال انك بالعكس تأتي من بيئة مرتاحة، منفتحة، متفاهمة، هذا بيئته عكس بيئتك، فينتظر الظروف المناسبة، الأوضاع المناسبة، أن يحول الموضوع خطوة خطوة، أو يبتدي التغيير شوي شوي مع أهله، بحيث أن يستطيع أن شوف السيف تحت العجلات، يحاول أن مثل اللي يخرق عرف عنده، شوف خرق للأعراف، عندما يخرق الدائرة، هو في دائرة حاليا يعيش في تقاليد وأعراف وتفكير معين، أهله من ناحية الأهل، فهو يحاول، شوف من الأربعة راح يروح إلى الدائرة الواحدة، يحاول أن يخفف، مثل اللي يلين، يهون على نفسه، على بيئته، يبتدي التغيير شوي شوي معهم، بحيث يوم من الأيام يتقبلون فكرة ارتباطكم، وفي الوقت المناسب راح يفاتحهم ويقرر أن يفاتحهم بموضوع الارتباط، راح يكون حتى وإن كان صدمة عليهم، لكن هو يرى أنه هو الوقت المناسب. فاللي أشوفه حاليا أن طلبك من القرار في هذه المرحلة شوي صعب بالنسبة له، لأنه هو مجرد الآن في مرحلة تليين وتغيير بيئته المحيطة فيه وظروفه. الشخص الثالث عنده كارت العدالة، جاستس، الكوبين، كارت السولميت، وعنده 6 of wands، ستة الأغصان، كارت الانتصار. أرى أن هذا الشخص احتمال إذا ما انتبهت له ممكن يسبب خطر حقيقي على علاقتكم،
لأن هذا الإنسان قاعد يحاول، أنت شوي قاعد تعاند أو تهدد أو غير متفهم، وفي المقابل لديك في الوسطة شخص يفهم هذه البيئة، أحسه من نفس البيئة، ممكن يكون ابن عم، بنت عم، بنت خالة، اختيار أول وقع عليه من أجل الارتباط في شريكك، كان مرشح الارتباط بشريكك، ولكن لم يحدث الأمر، شريكك رفض، ولكن هذا الشخص لم يرحل لحد الآن، ومثل ما يقولون في الخفاء يعمل، عنده نية، عنده كرت العدالة، دائما تحيلي كرت العدالة هي امرأة أو ممكن حتى رجل، شخص أنضج فكرا وعاطفة وفيه نوع من الخبث. في هذه الطريقة، في هاي القراءة، ممكن يكون جدا خبيث، ينتظر ويتحين الوقت المناسب عشان يتفركش الموضوع اللي بينكم، ويأتي هو في الوقت المناسب مثل الغزاة اللي يحصلون على غنائمهم بعد الحرب. يعني شوفوا هذا الآن إنسان جدا ذكي، مو قاعد يسوي ولا شيء، عينه على الارتباط مع هذا الشخص، ممكن يكون يعني إنسان من الماضي، سواء قريب منه، له صلة قرابة أو لا، ولكن إنسان كان دائما يحوم في هاي البيئة، البيئة المحافظة شوي أو المعقدة خلينا نقول. فهو ينتظر الوقت المناسب، مش قاعد يتحرك، لأنه هو كأنه يعرف، احتمال يعرف عن وجودك وأنت لا تعرف عن وجوده، كأنه يعرف عنك أو عنده فكرة أن أنت بتصرفاتك حسب ما سمعه راح تفركش الموضوع منك ومن نفسك يا برج السرطان. فهو يقول بينه وبين نفسه، بدل ما أنا أتدخل وأفركش الموضوع بينهم وأظهر أن أنا الشخص السيء، هو لا يرى أن في إمكانية نجاح بينك وبين شريكك، فينتظر أن الفركشة تأتي من طرفك أنت ليتشمت، يحصل على ما يريد. وإن كان الخيار الثاني لشريكك، يعني أنت الخيار الأول، ولكن هو أيضا موجود، ويحصل على غنيمته ونصره أمام الناس، الاحتفال أمام الناس، كأنما أحس في هاي الطاقة يخبر الأشخاص اللي حوله، يقول لهم ألم أعدكم أن فلان سيكون من نصيبي؟ قلت لكم في السابق أن فلان راح يكون من نصيبي، وفعلا. فاحذر منه يا برج السرطان، أنت أول برج أقرأ لك لحد الآن هاي القراءة وأحس عندك شخص في محيط الشريك بهذا الخبث، احتمال أيضا أن تكون امرأة أكبر في السن، خالة، عمة، صديقة للعائلة، ترسم على هذا الشخص من أجل أن تزوجه ابنتها أو ابنها، ولكن في طاقة تخطيط، كأن أيضا لديه مثل سايكيك انرجي، يعني إنسان يستطيع أن يقرأ الأرواح والطاقة كما تقرؤون التارو، يستطيع أن يرى الشيء قبل أن يحدث. فهو حاليا متوقع لكم الفشل، من أجل ذلك تحين الفرصة المناسبة لكي يدخل في حياتك، لكي يدخل في حياة الشريك ويأخذ منك. فإذا كنت تريد نصيحتي، عليك أن تكون أنضج أنت، لأن هاي ميجر أركانا، ميجر أركانا يعني كرت رئيسي، الكرت الرئيسي معناته أن الطاقة جدا ناضجة تبع هذا الشخص أو ستصبح ناضجة، فأنت يجب عليك أن توازيه في الذكاء، في الحنكة، في طريقة تصرفاتك، في طريقة حديثك مع هذا الشخص. هذا الشخص يحاول التغيير، ممكن أن تكون معه عون أو فرعون، هو خيارك، ولكن هذه هي الرسمة الحالية الموجودة لعلاقتكم. ورح أسحب لك كرت تبع المفاجأة. إذا الوضع رح يكون فيه أي مفاجأة، كان قلبت كرتين انقلبوا. أوكي، عندنا Sisters of the Season، Cycles of Growth، Nature، أخوات الموسم، دوائر، عندنا كذا دائرة، Natural Law، Divine Order. بالضبط، عندك شخص مقدر له، وكان له مكتوب من خلق،
كان مكتوب بالنسبة له أو مرسوم عليه بسبب محيط الزواج من شخص معين بطريقة معينة من نفس البيئة. وهناك نساء، لأن سيسترز عندنا، الأخوات في الموسم عندنا الأخت اللي هي موسم الصيف، الأخت الثانية موسم الشتاء، الأخت الثالثة أتوقع الخريف، والأخت اللي في الأسفل أتوقع أنها الربيع. فأتوقع في تجمع نساء مثل ما أخبرتك، مو فقط هذا الشخص، هذا الشخص وراه امرأة أكبر منه، وراءه نساء تجمع من أجل الرسم، مجرد يرسمون، مجرد يخططون، لا يأخذون أي أفعال كبيرة، لأن مخلين الأفعال أفعال فركشة العلاقة، مخلين اعتمادهم عليك أنت على تصرفاتك. احتمال يعرفونك، سمعوا عنك أن أنت شوي طايش، أن أنت شوي، خلينا نسميك impulsive، يعني سريع ردة الفعل، سريع أن يستفزونك، ولديك طاقة غير ناضجة فعلا. فحاول أن تنضج، حلك الوحيد أن تنضج في طاقتك بحيث تكون لهم موازي. ولدينا أيضا The Sacred Union، الاجتماع، اللقاء المقدس، طاقة اللوفرز أو السولميت كذلك، يعني كأنما أنتوا على اختلاف بيئتكم وعلى الخلافات اللي بينكم في طاقة انجذاب غريبة، ومقدر لكم أن تكونون مع بعض. لا تسألني ليش ولا تسألني كيف، أنت حاليا في مرحلة السؤال، في مرحلة البحث عن جواب. هاي الكارت يقول لي سؤالك ما له داعي، كيف ومتى وأين، التفاصيل غير مهمة. اللي مقدر لك مع هذا الشخص راح يصير، وأشوف أنه حسب الكارت مقدر لك اللقاء فيه. متى وأين، شلون راح يمشي الموضوع، لا تهتم، ركز على شيء واحد، أن تنضج في طاقتك، أن لا تجعل الأعداء أو من يتمنون لك شرا أن يحصلون على مرادهم. أتمنى لك التوفيق عزيزي.